السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أمريكا تواجه ورطة اقتصادية خطيرة جدا، فبسياستها الخرقاء حصرت نفسها بين خيارين كلاهما مر. حرفيا أمريكا بين شقي الرحى والمطرقة والسندان، أمريكا بين نارين، نار انهيار الاقتصاد الأمريكي ووفاة الدولار بالسكتة القلبية، أو نار عدم سداد الديون والاستيلاء على أرصدة واحتياطيات الصين والسعودية ودول الخليج واليابان وأوروبا، وهذا معناه الموت الفوري للاقتصاد الأمريكي. لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بربط أحزمة الأمان، لأننا على وشك الإقلاع في رحلة لمتابعة هذا الفيديو. فأهلا وسهلا بحضراتكم على متن طائرة رمضان أبو العلا. ايه بقى حكاية وفاة الدولار وانهيار الاقتصاد الامريكي دي، او عدم سداد الديون الامريكية والاستيلاء على ارصدة واحتياطيات كل الدول الغنية المستثمرة في اذون الخزانة الامريكية، يعني الديون الامريكية. الحكاية ببساطة يا حضرات ان امريكا ونتيجة تراكم اخطاء كارثية في سياستها المالية والنقدية، ثم استخدام الدولار كسلاح للعقوبات الاقتصادية، أصبحت تعاني من ارتفاع خطير جدا في معدلات التضخم. ويواكب ارتفاع معدلات التضخم زيادة كبيرة جدا في الدين القومي الأمريكي. فديون أمريكا حضرات وصلت إلى مبلغ 30 تريليون و200 مليار دولار. وطبعا حضرات كلنا عارفين أن الدولار هو سيد عملات العالم، وهو العملة التي تحتل المرتبة الأولى في التجارة الدولية والتسويات المالية بين كل دول العالم وكل الشركات والبنوك الدولية. بس هنا في سؤال بيطرح نفسه، ليه الدولار هو سيد عملات العالم؟ الموضوع ده بقى حضرات وتسيد الدولار للعملات الدولية ليه قصة بترجع لما بعد الحرب العالمية الثانية. في سنة 1944 اجتمع ممثلو 44 دولة واغلبهم من دول الحلفاء المنتصرين في الحرب، وعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر النقد الدولي. المؤتمر ده كانت بتستضيفه مدينة بريتون وودز في نيو هامشاير بالولايات المتحدة الأمريكية، وعشان كده الاتفاقية اللي وقعت في هذا المؤتمر سميت باتفاقية بريتون وودز. المهم يا حضرات ان ال 44 دولة اللي حضروا هذا المؤتمر اجتمعوا لوضع سياسات مالية ونقدية تيسر على العالم التجارة الدولية، وذلك عن طريق تسعير كل العملات الدولية، واتفق على أن يكون المرجع في تسعير قيم العملات هو الدولار أو الذهب، واتفق على أن الدولار الأمريكي يساوي ما يعادل 9/10 جرام من الذهب، أو كل 35 دولار أمريكي بتساوي أوقية من الذهب. وفي هذا الاجتماع تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن هذه اللحظة يا حضرات والدولار يتسيد جميع عملات العالم، وأصبح عملة الاحتياط الأولى في العالم. وكانت الدنيا ماشية تمام وزي الفل، كل أمريكا ما تطبع دولارات تحط قدامها غطاء من الذهب، يعني كل 35 دولار بيتطبعوا في أمريكا بيتحط قدامهم في البنك المركزي الأمريكي أوقية ذهب، يعني الدولارات قدامها غطاء من الذهب بيضمن قيمتها. لغاية كده والدنيا حلوة. لكن أغلب دول العالم كانت خارجة من الحرب العالمية الثانية واقتصادياتها منهكة إلا أمريكا، واللي حصل فيها
رواج كبير جدا في الصناعات، وخصوصا صناعة السيارات والآلات والمعدات. وكل دول العالم كانت عايزة تشتري السيارات الأمريكية والمعدات والسلع والمنتجات الأمريكية، لكن عشان تشتريها عايزة تدفع مقابلها بالدولار، وبالتالي زاد الطلب بشكل كبير جدا على الدولار. فأمريكا محتاجة تطبع دولارات وتبعتها للبنوك المركزية في الدول اللي عايزة تشتري بضائعها. لكن هنا أمريكا اصطدمت بعقبة كؤود، وهي إن أمريكا ما عندهاش هذا الاحتياطي من الذهب تغطي به العملات المطلوب طباعتها. طيب تعمل إيه بقى أمريكا في الورطة دي؟ جه الرئيس نيكسون وعمل ما يسمى بصدمة نيكسون، اللي هي إيه بقى حضرات؟ إنه قرر فك الارتباط ما بين الدولار والذهب. يعني أمريكا مش هتحط مقابل أي دولارات بتطبعها غطاء من الذهب. ومن اللحظة دي يا حضرات وأمريكا بتطبع دولارات بدون غطاء حقيقي، يعني زي ما تكون كده بتسحب على المكشوف. مفيش أي ضمان للعملات اللي أمريكا بتطبعها غير التزام الحكومة الأمريكية لحائزي الدولارات الأمريكية إنهم يقدروا يشتروا سلع ومنتجات وخدمات مقابل العملات اللي في أيديهم من أمريكا. ومن يوم حضرات أمريكا بتتوسع في طباعة الدولارات بدون أي غطاء، معتمدة فقط على قوة الدولار والطلب المتزايد والمستمر على الدولار. وده كان بيوفر لأمريكا مزايا ضخمة جدا. ليه؟ لأن كل الناس عايزة الدولار، وكل حكومات الدول تستثمر فوائد ميزانها التجاري وبتستثمر أرباحها في شراء زون الخزانة الأمريكية اللي هي ديون الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكثر الملاذات أمنا وضمانا. وده كان بيدي الأمريكا ميزة أخرى إضافية، وهي الحفاظ على قيمة الدولار، لأن الدولار لو قيمته قلت قيمة الدين كمان هتقل، والدنيا برضو كانت ماشية وزي الفل. إلى أن بدأت أمريكا في استخدام الدولار كسلاح لفرض العقوبات الاقتصادية. وبالرغم ان امريكا ليس لها اي حق قانوني في فرض عقوبات اقتصادية على الدول، وان هذا الحق حق اصيل فقط لمجلس الامن والامم المتحدة، الا ان امريكا ضربت بعرض الحائط القواعد والقوانين الدولية وتوغلت في استخدام الدولار كسلاح في فرض العقوبات الاقتصادية على كثير من دول العالم. وده بياخدنا الى انواع العقوبات الاقتصادية. العقوبات الاقتصادية يا حضرات بتتراوح ما بين التعريفات اللي هي الضرائب. فالدولة المستهدفة من العقوبات بيتم زيادة الضرائب على السلع المستوردة منها كنوع من العقوبة. نمرة 2 الحصص. بيتم تحديد الحصص وتقييد حجم السلع التي يمكن استيرادها أو تصديرها للدولة المستهدفة بالعقوبات الاقتصادية. نمرة 3 الحظر. يتم وضع قيود تمنع دولة أو مجموعة من الدول من التجارة مع الدولة المستهدفة بالعقوبات. نمرة 4 وده بقى الأخطر على الإطلاق، تجميد ومصادرة الأصول. وهنا بقى بيتم تجميد أو مصادرة الأصول ومنع نقل أو بيع الأصول المملوكة للدولة المستهدفة. ليه بقى أمريكا بتفرض عقوبات اقتصادية؟ لأن العقوبات هي تعطيل للعلاقات التجارية والمالية بغرض إحداث تغيير سياسي أو أمني. الحالة دي بقى حضرات بتنطبق تماما على روسيا حاليا. فأمريكا فرضت على روسيا كل أنواع العقوبات المذكورة آنفا، من حظر استيراد السلع من روسيا وأهمها النفط والغاز، وكذلك حظر تصدير السلع لروسيا، بالإضافة لطرد روسيا من نظام سويفت المالي الدولي، وحظر تقديم أي قروض مالية. 3 تجميد أصول روسيا. كل أصول روسيا المستثمرة في أذون الخزانة الأمريكية، ودي حضرات بتبلغ 630 مليار دولار، نصف هذا المبلغ تم مصادرته والنصف الآخر تم تجميده. يعني روسيا لا تستطيع تسييل أصولها والحصول على مقابل قيمتها نقدا، والعملية دي بقى حضرات طعنت الدولار في مقتل، لكنه لسه ما ماتش.
لكن أغلب دول العالم اللي ليها احتياطيات وأرصدة ضخمة وكبيرة كانت بتستثمرها في أذون الخزانة الأمريكية أصبحت خائفة من أمريكا ولا تثق فيها، لأن بإمكان أمريكا مع أي خلاف مع هذه الدول أن تجمد هذه الأصول أو تصادرها، فأصبحت الآن تبحث عن ملاذات أخرى غير الدولار أكثر أمنا زي الذهب مثلا أو عملات أخرى زي اليوان. وده اللي شفنا روسيا حضرات عملته لما البنك المركزي الروسي أعلن أنه هيشتري الذهب لمدة 3 شهور بسعر ثابت تبدأ من مارس إلى آخر يونيو القادم بسعر 5000 روبل لجرام الذهب الواحد. والإجراء ده بقى حضرات بيمثل الطعنة التانية للدولار. ليه؟ لأن روسيا بهذا القرار ستشفط الذهب من جميع أنحاء العالم كالمكنسة الكهربائية، لأن سعر جرام الذهب في السوق العالمي 62 دولار، بينما البنك المركزي الروسي أعلن أنه هيشتري جرام ب 66 دولار. يعني كل كيلو ذهب بيتباع في روسيا اللي بيبيعه بيكسب 4000 دولار. ده بقى بخلاف اتجاه الصين لتقديم نظامها المالي العالمي CIPS اللي هو Cross Border Interbank Payment System، وده نظام لتسوية المدفوعات المالية عالميا. والنظام ده حضرات مشترك فيه لحد النهاردة 100 دولة. والنظام ده هيبقى بديل لنظام سويفت، وزي ما كلنا عارفين ان العملة الرئيسية في نظام سويفت كانت الدولار، لكن النظام الصيني CIPS العملة الرئيسية فيه اليوان، ودي الطعنة الثالثة للدولار. لكن بقى حضرات طعنة بروتس القاتلة دي هتيجي من امريكا نفسها ازاي بقى؟ النهاردة حضرات وتبقى لتقارير مواقع اقتصادية كبيرة موثوق فيها، أمريكا بتعاني من ارتفاع كبير في زيادة معدلات التضخم. شهر مارس وصل معدل التضخم إلى 8.5%، ومرشح بقوة أن يصل معدل التضخم السنة وفي شهر إبريل إلى 10%. وهنا بقى حضرات هيبدأ رأس المال يهرب من الأصول الدولارية. في نفس الوقت حضرات هتبدأ حكومات الدول الأخرى اللي بتحتفظ باحتياطياتها وأرصدتها الضخمة في أذون الخزانة الأمريكية اللي هي بين قوسين كده الديون الأمريكية، هتبدأ هذه الحكومات بالانسحاب من الأصول الدولارية الأمريكية وتبحث عن مصادر وملاذات أكثر أمنا لأرصدتها واحتياطياتها، ولتكن مثلا الذهب أو عملات أخرى زي اليوان الصيني. كلنا نعلم أن دولة بحجم المملكة العربية السعودية على وشك اعتماد بيع نفطها للصين باليوان الصيني. العوامل دي كلها حضرات بتقود إلى أنه في خلال شهرين سيزداد معدل التضخم في أمريكا بشكل متسارع، وسيتحول هذا التضخم إلى كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم وتتسارع ذاتيا، وبالتالي المستوى المخيف اللي هيوصل له معدل التضخم سيجبر البنك المركزي الأمريكي على رفع سعر الفايدة، لأنك عشان تحارب التضخم لازم ترفع سعر الفايدة، وعشان تقلل التضخم بشكل فعال لازم سعر الفايدة يصل إلى أو يزيد عن معدل التضخم. لكن معدل التضخم في أمريكا وصل ل 10%، فهل أمريكا تقدر ترفع سعر الفايدة على القروض ل 10%؟ ده معناه موت للاقتصاد الأمريكي، لأن أمريكا ستعجز عن سداد خدمة فوائد القروض. ولما حضرتك تعرف إن الدين القومي الأمريكي بلغ 30 تريليون و200 مليار دولار، الكارثة بقى حضرات والورطة اللي أمريكا فيها 37% من هذا المبلغ مستحقة السداد، يعني حوالي 12 تريليون دولار، و35% لها أجال استحقاق ما بين عام إلى 5 أعوام. يعني لو خدنا 5% من 35% دول مستحقة السداد هيبقى 2 تريليون دولار. لما تحطهم على 12 الأولين يبقى أمريكا مطالبة بسداد 14 تريليون
دولار في ظرف شهرين. طب امريكا هتسدد الديون دي ازاي؟ هتقترض 14 تريليون دولار عشان تسدد دين بدين. لكن مع ارتفاع نسبة التضخم ل10% واهتزاز الثقة في الدولار وهروب رأس المال من الأصول الدولارية، ليس أمام أمريكا إلا رفع سعر الفايدة، لكن مش هتقدر ترفع سعر الفايدة بنفس معدل التضخم 10%. ده أمريكا كانت بتقترض من كل دول العالم 0.5%، لكن المرة دي لازم ترفع سعر الفايدة. وكثير من بيوت الخبرة المالية قالت إن أمريكا سترفع سعر الفايدة بمعدل أقصاه 3%. فهل أمريكا هتلاقي مقرضين يسلفوها فلوس وياخدوا فايدة 3% حين إن فلوسهم هتخسر 10%؟ يعني أنا مثلا لو سلفت أمريكا 100 دولار لمدة سنة هتديني عليهم 3% فايدة، يعني هتديني 3 دولار فوق ال 100 دولار بتوعي. لكن آخر السنة أنا هلاقي ال 100 دولار بتاعتي خسرت 10% معدل التضخم، يعني خسر 10 دولار، واخدها اخر السنة 90 دولار زائد 3 دولار الفايدة يبقى 93 دولار. فدخلت امريكا 100 دولار طلعت بيها بعد سنة ب93 دولار وخسران 7 دولار، اللي هو الفرق ما بين معدل التضخم وسعر الفايدة 7% بالسالب. فمين من الدول او الشركات او المؤسسات هيبقى عنده استعداد يسلف امريكا 14 تريليون دولار ويخسر فيهم 7%؟ فامريكا مش هتلاقي حد من المقرضين يسلفها هذا المبلغ. مش هيبقى قدام امريكا غير طباعة المزيد من النقود دون غطاء من الذهب، وده هيؤدي الى مزيد من التضخم، والتضخم سيقود الى تضخم والمزيد من هروب رأس المال من الأصول الدولارية. هنا بقى حضرات امريكا فعلا بتفقد السيطرة على معدلات التضخم، وبيصبح من المستحيل وقف تدهور الوضع الى تضخم مفرط وحاد، وده هيقود الى كارثة محققة في جميع القطاعات المالية في امريكا. التضخم بيرتفع وبيتصارع، وعجز الموازنة بيتزايد، ومن المستحيل تمويل عجز الموازنة، ولابد من رفع سعر الفايدة بنسبة تساوي معدل التضخم على الاقل، لكن ده هيؤدي الى افلاس جماعي لكل المدينين. في النهاية بقى حضرات، لن يكون أمام أمريكا إلا حل واحد فقط للخلاص من هذه الورطة، ألا وهو رفض أمريكا سداد ديونها، وهذا قد يحدث بنسبة كبيرة جدا خلال هذا الصيف. وبالتالي السعودية والإمارات وكل دول الخليج والصين واليابان ودول أوروبا ستفقد كل احتياطياتها وأرصدتها التي راكمتها خلال عقود بالاستثمار في شراء أذون الخزانة الأمريكية اللي هي ديون الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لو أمريكا لجأت إلى هذا الحل ورفضت سداد ديونها وابتلعت هذه الديون، فده معناه إعلان وفاة الدولار عملة احتياط في العالم. يعني فعلا أمريكا في ورطة كبيرة جدا وبين خيارين كلاهما مر، إما انهيار الاقتصاد الأمريكي وإما عدم سداد الديون، وفي كلا الحالتين النتيجة وفاة الدولار وسقوطه من على عرش تسيد العملات العالمية. وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على مصر والمصريين، وألا ينزع عنا أبدا غطاء ستره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.